يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صمت اليوم الأول من أيام الست، وقد كنت في رمضان قد أيقظني زميلي من النوم بعد أذان الفجر وقال لي إنه قد أذن الفجر ولكن لغلبة النوم لم أسمعه، فشربت ماء معتقدا أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع. السؤال: ما حكم صيامي في ذلك اليوم، وهل علي القضاء؟ وإن كان علي قضاء فما حكم صيامي ليوم من أيام الست، هل أقضيه كذلك؟ ما دمت أنك شربت بعد طلوع الفجر فإن صيامك غير صحيح، عليك القضاء. وكونك صمت يوم من أيام يوم من الست لا بأس بذلك، هو صحيح صومك، فتصوم القضاء ثم تكمل الست، صم خمسة أيام مع اليوم الأول، السين ست، ما في معنى. نعم.